مرحبا بكم مشاهدي ماسينك تي في في ميكرو 55 خاص بخليل لوزيتش. اليوم خرجنا الشارع العام باش نعرفوا اراء المواطنين واش مع او ضد رحيل خليل لوزيتش. اجيو معايا. انا مع اختي بقى حانت كي النتائج مرضيه، يعني ماشي شي نتائج كيدير ماتشات ميكان تيدير نتائج عاديين كيخسر فيهم، ولكن ماتشات رسميه الاكثريه يربح. بطبيعه الحال كيف جميع الجماهير المغربيه اللي عاشقه للمنتخب المغربي، حنا مع الرحيل ديال هذا المدرب، وتنقترح كبديل مدرب فريق الوداد اللي هو الركراكي اللي بين على واحد المستوى كبير. من طبيعه الحال خصنا نثيقوا في المدرب الوطني. هذا بعدا ما كنعرفوش، الا شفتو في صورته ما كنعرفش السميه ديالو، ما كنعرفوش كيفاش ما كنعرفش المنتخب، واش غنشوف المدرب ولا نشوف المنتخب؟ كنلعب كره، سمح لي سبقات وكنتفرج في الكره. كنعرفش المدرب ماشي شغلي. انا هذاك اللي جابو بعدا راه ما تيعرفش الكره، بعدا كون كان يعرف الكره واش هذا عباد الله اللي نهار الاول فاش جا للراجا، حيت الناس كيعرفوه عامني جا في المنتخب، وهذا جر على احسن لاعب في التاريخ ديال الكره ديال المغرب، فين يبان الظلمي، فين يبان بيتشو، فين يبان مصطفى مستودع، هذا جا قال لهم ما يلعبش معايا في الراجا، واش هذا ماشي وصدق مستودع؟ مصطفى مستودع عقلوا عليه مزيان، هذا اللاعب كان كيلعب في الراجا، دا معاهم كوب دافريك دي كلوب شامبيون، وكان بارمي لي غرون لي غرون لي غرون ميور جوور او ماروك، هذا قليل اللي كيعرفوا الدراري قليل، احسن جوور البرازيليين اعترفوا به، البرازيليين كيعترفوا به، الا قلت مشيتي دابا لساو باولو وسيرتوا هذيك الحي مورومبي وقلتي لهم مصطفى وجا قال لهم هذا ما خاصوش يلعب في الراجا، واش هذا ماشي واكيد المدرب راه عنده البصمه ديالو، عنده اللمسه في طريقه اللعب ديال المنتخب، وخصوصا اختيار اللاعبين، لان احنا كنا بغينا لاعب زياش يرجع، دونك نتمنوا ان شاء الله يرحل هذا المدرب ويجي مدرب اخر اللي يبغي القميص الوطني ويبغي البلاد ديالو بطبيعه الحال. لا التكتيك واللعب كاين هذاك، ولكن في المستوى راه غادي مزيان، يعني النتيجه كاينه، اللعابه راه هما اللي ما تيخدموش مزيان على هذا الحساب، يعني خاصو يشوف لعابه مزيانين واقفين، وكاينين يجيب لعابه اخرين، راه كاين حتى اللعابه دوك اللي جاري عليهم راهم مزيانين، هاي يلعبوا الماتشات الاولين الثانيين يوليو واعرين، هو خصو ما يجيش على اللعابه خصو يتفاهم معاهم ويرطب توا شويه يهبط كواريه، هو روفيكس بمعنى الكلمه، هو ولكن هو مزيان، والمهم النتائج اللي كاينين راه مزيان حاكمين على بان راه قدام مزيان، وكون ما كانش قدام مزيان يعني ما كاين ذوك الاداره اللي معاه كلشي تقريبا ولا بوحده. اش من المنتخب هذا راه فرقه من المغرب احسن من المنتخب، واحد من الميريكان، واحد من الشمال، واحد من الشرق، شي كيهضر بالعربيه، شي كيهضر بالامازيغيه، اش بيننا وبينهم؟ الوداد والرجاء والجيش وفاس، اقسم بايه الرحمن يتيربحوا احسن فرقه في العالم. ما كاينش دابا المدرب ما كيجيبوهش، دابا الكويريه كيجيبوه الناس المسؤولين ما عندهم علاقه بالكره، ما تيعرفوش كره كاع بعدا، خصو يكون كويري اول حاجه، يكون كويري يكون مدوز كره، الكويري هو اللي خاصو يجيب المنتخب، هو اللي خاصو يجي الكره، كويري خاصو يجي الكره، كويزيني خاصو يمشي لا كويزين، كل واحد والمهمه ديالو. خليل وزيتش فين خاصو يمشي؟ خاصو يمشي للرحامنه، خاصو يمشي بحالو، هذاك ما عندوش مع كره، قول لي كنت لقيتي معاه، قول لي قال لك هذاك السيد، قول لي واش تذكرتي نهار جريتي على مستودع؟ ومن بعد ملي جريتي عليه وليتي كتقلب عليه فين ساكن؟ انت وليتي كتقول لهم فينا هو؟ كنشوف غير دوك اللي بيت اللي جيت كناخذ كل شيء، ديك العصاره كامله كندير ديك العصا. كيبان لي بان المغاربه كاينين خص مدرب، نقول لك المدرب شكون هو؟ اللي كنعرف انا. اول تشكيله مزيانه ومدرب فاريه لتشكيله لتيمومي لكذا لكذا، نبقى نهضر كاين شويه ديال الوقت، للغريسي للدولمي للبيء هادو ما نهضروش عليهم، من هنا بقى كيطيح المنتخب. دابا المنتخب يلاه غيبدا يطلع، باش غيطلع بالنفسيه المغربي عرفتي شنو؟ خص الفلوس، خص مسكينه، مابقاش نهضرو، هضر ماشي الدرابو، طلع لي كوره لي درابو هذاك خليه ماشي شغل طالع بيك ولا بلا بيك. كيف ما لاحظتوا مشاهدينا كانت هذه اراء المواطنين، نتلاقاو في ميكرو 55 جديد مع موضوع جديد، السلام عليكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.